أهلا بكم. اعتبرت وزارة المالية الحالية أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبطة بتخفيض قيمة الدينار العراقي، وقالت الوزارة إن التضخم في الأسعار سببه أيضا فرض بعض المستوردين والتجار أسعارا إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية. يذكر أن أسعار السلع والمواد الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا بعد خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار في موازنة العام الماضي 2021 ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار بعد أن كان 121 ألفا. قال وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار إن استراتيجية أوبك بلس لزيادة إنتاج النفط تدريجيا كافية لتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أن مجموعة ليست في حاجة لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع على الرغم من ارتفاع سعر الخام إلى نحو 100 دولار للبرميل الواحد. وقال عبد الجبار إن التحالف الذي يضم 23 دولة يجتمع في الثاني من آذار المقبل، وهو يأخذ في الحسبان نمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء مثل البرازيل وكندا، ولا يريد أن يرى أي زيادة في مخزون النفط حول العالم. ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولارين مسجلة مستوى قياسي جديد خلال 7 سنوات بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى 97 دولارا و49 سنتا للبرميل، وزادت العقود في وقت سابق يوم الثلاثاء إلى 97 دولارا و66 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ أيلول عام 2014. فيما قفزت عقود خام القياس أمريكي غرب تكساس الوسيط 3.16 درجة بالمئة إلى 94 دولارا و32 سنتا للبرميل الواحد، وجاء ذلك بعد أن ندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية. تراجعت الأسهم العالمية مع وقوف الجناح الشرقي لأوروبا على شفا الحرب بعد أن أمر الرئيس الروسي قواته بدخول المناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا. وانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.66% متأثرا بالأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بينما تراجع مؤشر نيكاي الياباني 1.7%. واستعدت الأسواق الأمريكية والأوروبية أيضا لخسائر حادة عند جرس الافتتاح، حيث تراجعت العقود الآجلة في مؤشر ناسداك بنسبة 1.9%. في المقابل ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مقتربة من 99 دولارا، وهو أعلى مستوى جديد في 7 سنوات، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات الطاقة الروسية. انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر بإرسال قوات إليهما. وانخفضت العملة الروسية بنسبة 1% في أدنى مستوى لها منذ شهر تشرين الثاني عام 2020. وكانت العملة الروسية ومؤشر RTS للأسهم الروسية المقوم بالدولار لهما الأداء الأسوأ عالميا مع ترقب المتعاملين الرد الأمريكي والأوروبي على إعلان بوتين الاعتراف بانفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. نتابع الآن أسعار العملات في العالم.
موجز الأخبار الاقتصادية انتهى مشاهدينا، إلى اللقاء.